السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة بسيطة وسهلة في نقل الصورة من اللابتوب أو الديسكتوب مباشرة على الانستغرام بدون ما تستخدم أي برامج ثانية مساعدة. هذا بيكون عن طريق برنامج الجوجل كروم. أول شيء لازم تحمل برنامج الجوجل كروم من موقع جوجل الرسمي. بعد ما تنزل جوجل كروم بتطلع لك هذه الصفحة. راح ناخذ الخطوة الأولى اللي هي ندخل على النقاط اللي موجودة هني تشوفون، وبنختار More Tools. في More Tools عندنا اللي هو المطورين Developer Tools. لما نضغط على Developer Tools بتطلع لنا هذه الشاشة اللي تشوفونها. طبعا ما بندخل في التفاصيل، راح نضغط على الايكون اللي موجود هني اللي يبين تابلت او التليفون. بعد ما تضغط شوف عطتنا الصفحة الرئيسية لشول للجوجل عن طريق التابلت اللي بتشوفه عن طريق تابلت او عن طريق الايفون. طبعا هني راح نختار الانستغرام، ندخل الانستغرام تمام، نضغط على الانستغرام، كأنك داخل في التطبيق عن طريق البرنامج. طبعا تدخل لوج ان باليوزر نيم والباسورد. الحين دخلت انا باليوزر نيم والباسورد مالي، دخلت على البرنامج برنامج الانستغرام عن طريق اللي هو جوجل كروم. الخطوة اللي بعملها الحين راح احمل الصورة، اضغط على الكاميرا اللي موجودة واختار الصورة وين موجودة بالضبط. خلنا نقول صورة موجودة على الديسكتوب، هذه الصورة. وانت عقب تعدل الصورة تباها بحجم اصغر وتسوي كأنك تحمل الصورة مباشرة على صفحتك او على برنامج الانستغرام. هذا شرح بسيط مثل ما قلت لكم طريقة سريعة وسهلة تحملها من الكمبيوتر الصورة على اللي هو حسابك في الانستغرام مباشرة عن طريق برنامج الجوجل كروم. اتمنى انكم استفدتوا، ان عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك. التسجيل في القناة يشرفني ويعطيكم ابديت على كل جديد، بالاضافة لمتابعة اللي هو كل ما يستجد من تحسينات في التصوير ومعلومات جديدة. اتمنى التوفيق للجميع، نشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة.